هكذا اهتز العالم قبل نصف قرن على وقع المفاجآت العربية التي لم تتخيلها تل أبيب حتى في أحنك كوابيسها. حرب العاشر من رمضان وفق التسمية المصرية، أو حرب تشرين التحريرية كما وصفتها سوريا، أو حرب يوم الغفران وفق ما أرادتها إسرائيل، كلها مسميات ليوم صدحت فيه أصوات البنادق والمدافع عندما أخذت مصر وسوريا في 1973 في تمام الساعة 2:05 أخذت زمام المبادرة وكسرت صمت السلاح بعد 6 على هزيمة 67. هنا القاهرة، بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. إذاعة الجمهورية العربية السورية في دمشق. صرح الناطق العسكري بما يلي: في 4:14 من بعد ظهر هذا اليوم 1973، حرب توحدت فيها أعماق آبار النفط العربي مع رائحة البارود المهاجم في قمم سيناء والجولان، لتنجح فيها القوات المصرية بتنفيذ عبور هو الأجرأ في تاريخ الحروب المعاصرة، وتحرير شريط من الأرض المصرية في جهتها الشرقية، فيما انطلق الجيش السوري بهجوم عنيد وواسع نحو 3 وحقق اختراقات عميقة باتجاه نهر الأردن والطريق إلى عمق الأراضي المحتلة. مفاجآت وصدمة زرعت اليأس في قيادة تل أبيب، لدرجة أن مجلس وزرائها ناقش استخدام السلاح النووي قبل أن تعيدهم إلى الحياة عجلة السلاح الأمريكي التي شيدت أكبر جسر جوي في التاريخ لتعويض خسائر الجيش الإسرائيلي من المعدات والذخائر. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المؤسسة واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6. 90 كانت المدة التي احتاجها الجيش المصري لعبور الفوج الأول قناة السويس وإذابة خط بارليف الذي صوره الإعلام العبري وكأنه أقدس وأقوى القلاع المحصن ضد القنابل النووية، تهاوى وانتهى بفعل سواعد وعقول أبطال الجيش المصري، لتنتهي واحدة من أكبر كذبات التاريخ القائلة إنه جيش لا يقهر، قهر ومرغ في رمال سيناء وجبال الجولان، وصعق بالصدمة الأولى وخسائر أخرى لم تفتح سجلاتها تل أبيب حتى يومنا هذا. كتاب إسرائيلي صدر حديثا بالذكرى 50 لتلك الحرب، جاء فيه أنه قبل الحرب عرفت القواميس العبرية كلمة مختال بأنها التقصير عن تنفيذ شيء مهم، لكن بعد الحرب اكتسبت التسمية معنى جديدا وارتبطت بحرب أكتوبر لوصف كل فشل ذريع بأنه مثل إخفاقات الجيش الإسرائيلي في الأيام 3 من الحرب. فيما قالت وثائق إسرائيلية حديثة نشرت لنفس المناسبة، قالت إن أساس الهزيمة الإسرائيلية يتمثل في نظرة الاستعلاء الإسرائيلية التي لم تتصور أن العرب قادرون على المواجهة، ولم تحترم عقلية العربي كإنسان حر شريف مقاوم لكل طاغية وظالم. استعادت الأمة الجريحة شرفها. نهرو جمهور، تلفزيون فلسطين.